السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق شوية الإخبارية. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، حلقة جديدة وموضوع جديد. اليوم غادي نتكلموا على حادث اعتراض طريق شاحنات تجارية مغربية في مالي واغتيال السائقين ديالها. هذا عمل خطير جدا، واللي ما غاديش نسكتوا على هذه الكارثة العظمى الإخوان الكرام، لانه الدم ديال المغاربه ماشي رخيص وما يمكنش لينا نسكتو. هاد الناس كيقلبوا على الزقع، هاد الناس كيقلبوا على الصداع وكيقلبوا على شي مشاكل كبيره، وحنا بهذا التعامل اللي كنشوفه من طرف الجاره العاره اللي كتعدى على مغاربه ابرياء واللي ما داروا حتى شي حاجه وما عندهم حتى شي دخل في هذا الشيء هذا كامل، هم كيبقاو مغاربه أبرياء خدامين على راسهم، خدامين على وليداتهم، عايشين الحياة ديالهم مع وليداتهم ومع الخدمة ديالهم. باش هاد الجهات العصابة الإجرامية اللي من طرف حكام العسكر حكام الجزائر أنهم يتعداو ويطغاو علينا بهذه الطريقة هذه، فإحنا كشعب مغربي ما غاديش نسكتو على هاد الكارثة العظمى. والدم ديال هاد الناس اللي توفوا بهذه الطريقة هذه فدمهم ماشي رخيص. الإخوان الكرام، حادث اعتراض طريق شاحنات تجارية مغربية في مالي واغتيال السائق ديالها تطور خطير يتطلب تدخل منظمة التجارة العالمية في الخط والاتحاد الإفريقي، لأن هدف حكام خيمة المرادية وهو ضرب المصالح الاقتصادية للمغرب وتعطيل صادراته لعموم إفريقيا. الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضر والفواكه والأسماك كانت في الطريق على بعد 300 كيلومتر من العاصمة باماكو، وتحديدا قرب بلدة ديديني، حينما اعترضتها مجموعة مسلحة من عدة أفراد كانت متوارية بين الأشجار على جنبات الطريق، فأطلقت الرصاص في اتجاه السائقين المغاربة بشكل عشوائي، فكانت النتيجة مقتل سائقين وإصابة ثالث بجروح خطيرة ونجاة رابع بأعجوبة. المسلحين الإخوة الكرام كانوا مقنعين ويرتدون واقيات من الرصاص ويحملون أجهزة اتصال لاسلكي، كما أنهم لم يقوموا بسرقة أي أغراض، نفذوا الجريمة ديالهم المكلفين بها وأنهم واخدين مأجورين عليها ولادوا بالفرار مباشرة. هذا الاعتداء الإرهابي الإخوة الكرام الذي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وينتهك القوانين الدولية للتجارة الحرة وحرية التنقل لا يجب أن يمر مرور الكرام. على المغرب أن يطالب منظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقي بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة الإخوة الكرام، للكشف عن الفاعلين الرئيسيين ومن يقف خلفهم. حنا بطبيعة الحال عارفين من يقف من وراء هذه الجريمة البشعة، عارفين شكون اللي باغي يحطم الاقتصاد ديال المملكة المغربية الشريفة، عارفين شكون هما هاد الناس اللي حنا واحلين لهم في الحلق وما بغيناش نتصرطوا لهم حتى باش غيمات الماء. حنا عارفين كل شيء، هاد الشيء عارفين اي حاجه الاخوان، ولكن باش يمشيو هاد الناس ابرياء بهالطريقه هادي ويتهجموا علينا بهذا العمل الارهابي، راه ما نقدروش نسكتوا على هاد الشيء. صحف ماليه كتصدر اليوم هاد الشيء اللي جرى انه لا يقف خلفه لصوص او قطع الطرق، بل دول لا تريد للتجاره المغربيه مع افريقيا ان تنجح وتتوسع. الامور واضحه والشمس ما كتدرقش بالغربال. سيؤدون الثمن غاليا، وكما العادة الإخوان لشدة غبائهم كانوا يعتقدون أن بعمليتهم البشعة هذه غيستهدفوا التجارة المغربية، ولكن في الحقيقة هم استهدفوا التجارة العالمية، والمجتمع الدولي لن يترك زلتهم هذه تمر مرور الكرام. إذا كنا غفرنا لهم وتركناهم يفروا من موقع القرقارات
التاركين صندلهم، فهذه المرة لن يفروا وسيلقون أشد العقاب، ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه عرقلة الحركة التجارية العالمية. يجب على أصحاب الشاحنات تزويد الشاحنات ديالهم بكاميرات مراقبة من الخلف والأمام والجوانب، واليوم هي موجودة في الأسواق ومختلفة الأشكال والأحجام وسهلة التركيب، ويستعملها أغلب أصحاب السيارات العادية، فكيف لا يستعملها أصحاب الشاحنات التي تقطع الآلاف الكيلومترات؟ هذه هي الحقيقة الإخوة الكرام. الجزائر والبوليهاو دقوا آخر مسمار في نعشهم. المغرب لن يسكت على دم أبنائه المغدورين. رحم الله شهداءنا الأبرار، هؤلاء الإرهابيين المجرمين ومن يدعمهم وهم معروفين، فقد جلبوا على أنفسهم وبلدانهم الويل، لأن المجتمع الدولي لن يسكت على الإرهاب، فسيتدخل بإمكانيته لمحاربة الإرهاب في هذه المناطق وضد الدولة التي تدعمه. فهذا العمل الإخوان ما كيتقالش عليه توقع أو يتوقع، بما أن جمهورية العسكر تقتل وتحرق وتخرب وتغتصب أبناء الشعب الجزائري، فكيف أنها ليست مسؤولة على قتل أبناء الشعب المغربي والذي تحارب فيه منذ 50 سنة، إلى درجة أنها خلات كل شيء وجلست ليل ونهار كتسبح بتفكيك المملكة المغربية الشريفة. دار المغرب فعل المغرب، المغرب غيدير، المغرب سبقنا، المغرب دار، المغرب دقال. يعني هاد الناس يسبحوا يقيلوا يسبحوا ويقيلوا يذكروا في المملكة المغربية الشريفة. ومن هاد المنبر نتساءل، أين قنواتنا وأين أبواقنا في مواجهة أبواق العسكر الذي كان يطبل ليل نهار بأن المغرب هو من أشعل الحرائق بمنطقة القبيل؟ إخواني أخواتي، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم ومن التفاعل ديالكم ومن البارتاج ديالكم، جزاكم الله عنا ألف خير، ومن التعليقات ديالكم اللي كنستافدوا منها وكننتظروها على أحر من الجمر. إخواني أخواتي، ومن هذا المنبر كنوجه أحر التعازي لعائلة الفقيدين، الله يرزقكم الصبر والسلوان، وإن شاء الله الحق ديال هاد السائقين المغاربة ما غاديش يضيع، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني أخواتي، إلى هنا ننهي حلقة اليوم، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم. قناة فوق الشوية الإخبارية.